السلام عليكم. ضربات جوية طالت الأراضي العراقية يوم أمس، وهذه المرة هذه الضربات كانت قادمة من الجانب التركي. جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أصدر بيانا حول هذه الضربات. كذلك وكالتي روداو وكردستان 24 كشفت جميع تفاصيل ما جرى من هذه الضربات. الضربات ببساطة طالت السليمانية، محافظة السليمانية التي تأتي من ضمن إقليم كردستان هنا باللون الأصفر. وإذا ما اقتربنا من هذه الخارطة قليلا فسنعرف بأن أولا من هذه الضربات وأولى هذه الضربات يوم أمس هي كانت في الساعة 1 ظهرا بتوقيت بغداد، جاءت بالقرب من قضاء ماوت وتحديدا في قلالة إحدى البلدات التابعة لهذا القضاء. وطبعا هي جاءت بطائرة مسيرة تركية استهدفت عجلة تابعة لحزب العمال الكردستاني. أدت هذه الضربة إلى مقتل مسؤول في مخابرات حزب العمال الكردستاني وجرح عنصرين. لم تكن هنالك أي صور أو مقاطع مصورة لطبيعة ما جرى من هذه الضربة، ولكن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أكد التفاصيل التي ذكرناها لكم. ولكن بعد ساعتين ونصف، أي في 3:30 بتوقيت بغداد يوم أمس، كانت هنالك ضربة أخرى ليست بالبعيدة أبدا، جاءت بين دوكان وكذلك خلكان، أيضا بطائرة مسيرة تركية على عجلة تابعة لحزب العمال الكردستاني، وأدت أيضا إلى مقتل عنصر وجرح عنصرين. ولكن كان هنالك تصويرا للمقاطع الضربة التي جاءت هنا بالقرب من دوكان، وهذه هي اللقطات التي ترونها الأولى لطبيعة هذه الضربة التي جاءت على هذه العجلة وأدت ما أدت إليه. ضربة كبيرة، وواضح جدا بأننا أمام عملية استخبارية كبيرة تم تنفيذها بالطائرة المسيرة التركية طبعا. وكانت هنالك لقطات ما بعد هذه الضربة، جاءت هذه اللقطات بهذا الشكل. ولكن هذه اللقطة التي ترونها نوعا ما تكشف لنا الموقع من طبيعة التضاريس والجبال التي تأتي خلف هذه النقطة التي استهدفت. إذا ما أخذنا صورة أكبر لطبيعة هذا الموقع سنلاحظ بأننا أمام شكل مميز لهذا الجبل على مستوى التضاريس. تلاحظ بأنك أمام مرتفعين هنا، وستلاحظ بأن فعلا الشكل مميز للغاية حتى من الجبل الذي يأتي بعيدا. هو ظاهر لحسن الحظ من هذه الصورة التي التقطت، أيضا مرتفع آخر، وأيضا نلاحظ بأن الطريق منعطف بهذا الشكل، أي بأننا أيضا أمام مرتفع. ما الذي أكد هذا المرتفع؟ الذي أكده طبعا هذا الشخص الواقف هنا كما تلاحظون بأننا أمام نقطة مرتفعة. الطريق الرابط بين دوكان وخلكان واضح بأنه في نقطة مرتفعة، وأيضا لاحظ بأننا أمام مدينة واضحة هناك، قد تكون دوكان قد تكون خلكان في نفس الوقت. وبالتالي إذا ما اتجهنا بالقمر الصناعي بالاعتماد على تفاصيل هذه الأنباء وأخذنا طبعا هذه الصورة تحديدا ولكن على شكل قمر صناعي، ونهبط مباشرة إلى ما بين دوكان وخلكان على الطريق طبعا الرابط بين هاتين البلدتين المهمة، إذا ما توقفنا هنا سنلاحظ بأننا أمام دوكان هنا كما تلاحظون، وهنا خلكان، والحديث هنا يأتي عن الطريق بهذا الشكل. التفاصيل تتحدث بأنها جاءت في نقطة معينة هنا تحديدا، وبالتالي نحن أمام أيضا نلاحظ أننا أمام جبال كثيرة قد لا تعطي وقد لا تسهل المهمة علينا طبعا. وبالتالي يجب أن نلقي نظرة من هذا الطريق بالهبوط إليه بهذا الاتجاه وبالاتجاه المعاكس لنتأكد بالضبط أين تم الاستهداف على هذه العجلة التابعة على حزب العمال الكردستاني بالهبوط إلى أي نقطة موجودة بهذا الطريق. ونحاول أن ننظر باتجاه الشمال، أي باتجاه خلكان، سنلاحظ بأن التضاريس ليست متطابقة مع الصورة التي رأيناها حتى عندما نتجه إلى اليمين، لا شيء متطابق أبدا، وبالتالي نحن نحتاج أن نتجه إلى 180 درجة. التفافة ب 180 درجة سنجد فجأة أن نوعا ما هنالك تطابق. لنبتعد قليلا الآن بالقمر الصناعي وسنجد فعلا بأننا أيضا توقفنا عند نقطة مهمة، ألا وهي نقطة الانعطافة الواضحة كما نلاحظ هنا. هنا انعطافة حادة في هذا الجبل، هي منطقة مرتفعة منخفضة من هنا، بالتالي محتمل جدا أن الإصابة كانت على هذه النقطة. بالتالي إذا ما اعتبرنا أنفسنا وكأننا نحن من التقطنا الصورة لطبيعة الإصابة على هذه العجلة التابعة لحزب العمال الكردستاني، سنلاحظ فعلا بأننا أمام نفس التضاريس التي رأيناها
قبل قليل، كل شيء يبدو متطابقا، حتى الجبل البعيد واضح، وأيضا هذه هي النقطة المرتفعة، نحن أمام منطقة مرتفعة وهذه هي الالتفافة الحادة، وهذا يعني بأن الطائرة قد استهدفت هنا، وهذا يعني أن المدينة الواضحة هنا في الخلف هي دوكان بكل تأكيد، وهنا منطقة منخفضة كما لاحظناها، بالتالي كل شيء يتطابق، وهذا يعني بأن هذه العجلة قد استهدفت هنا. وأيضا يؤكد لنا من طبيعة توقف العجلة أن هذه العجلة كانت قادمة من اتجاه دوكان باتجاه خلكان، واستهدفتها الطائرة المسيرة التركية بهذا الاتجاه الذي ترونه، وهذا يعني ببساطة بأن الطائرات المسيرة التركية عندما استهدفت هذه المنطقة بين خلكان وكذلك بين دوكان تقريبا دخلت على عمق 130 كيلومترا في عمق الأراضي العراقية وتحديدا أراضي إقليم كردستان، وأيضا على عمق أكبر عندما تحدثنا عن منطقة ماوت وتحديدا قلالة، جاءت على مسافة ما يقارب الأكثر من 150 كيلومترا على الأراضي الموجودة طبعا في إقليم كردستان. ضربات ليست بالعادية، خرق استخباري كبير وكذلك خرق جوي كبير من قبل الجانب التركي في هذه الاستهدافات على حزب العمال الكردستاني. المثير بهذه المسألة بأن هذه الاستهدافات هي لم تأتي وحيدة ولم تأتي منفردة أو مفاجئة، لا أبدا، هنالك تصعيد كبير بمثل هذه العمليات من قبل الجانب التركي على قيادات حزب العمال الكردستاني وعناصره. فعلى سبيل المثال الأحد الماضي ليست بالبعيدة في 6 أغسطس كان هنالك عملية وكانت هنالك عملية بنفس الطريقة أيضا أدت إلى مقتل مسؤول في حزب العمال الكردستاني، وأيضا نهاية الشهر الماضي كان هنالك أيضا مقتل وعملية تشبه العملية التي تحدثنا عنها أيضا بطائرة مسيرة أدت إلى مقتل 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني، تجديد كبير جدا بهذه الهجمات. وأيضا من الجانب الآخر من الجانب التركي بشكل مثير يوم أمس واليوم أكدت اليوم وزارة الدفاع التركية بأن لديها أيضا خسائرا بين صفوف جنودها، 5 جنود أتراك قد قتلوا بسبب العمليات هذه التي نتحدث عنها، وقالوا بأنهم قد قتلوا في منطقة الزاب أو في منطقة عمليات الزاب التي تأتي من ضمن إقليم كردستان، وهذه هي الصور الخاصة بهؤلاء الجنود الذين ترونهم، وأضافوا أيضا صورة أخرى على جندي آخر قد قتل اليوم بشكل رسمي، تحدثوا عن هذه المسألة. بالتالي نحن أمام 6 جنود أتراك قد قتلوا فقط خلال 24 أو 48 ساعة الماضية. والمثير بهذا الأمر إذا ما عدنا إلى قبل 5 أيام وزارة الدفاع التركية كانت قد كشفت بهذا الشكل على موقع أكس بشكل رسمي بأن هنالك عملية قد قاموا بها مصورة طبعا من الجنود الأتراك، قاموا بإلقاء القبض على مقاتلة في حزب العمال الكردستاني بهذه الطريقة. هذه الجبال الموجودة في منطقة الزاب كما تلاحظون، ألقوا القبض عليها وقاموا بقتل عدد من عناصر حزب العمال على المستوى البري. كذلك أيضا قبل يوم من هذا النشر لوزارة الدفاع التركية أكدت أيضا في 4 أغسطس بأن هنالك عملية ضبط لمخابئ السلاح الخاصة بحزب العمال الكردستاني أيضا في نفس المنطقة، وأيضا صوروا هذه المسألة كما تلاحظ كيف هم ضبطوا طبعا المخابئ الخاصة بحزب العمال. وبالتالي هذا كله يوضح بأننا أمام هجوم بري تركي تجاه الأراضي الموجودة أو تجاه المناطق التي تتواجد فيها قوات حزب العمال الكردستاني بهذا الشكل. وطبعا تحدثنا عن الزاب، هذا هو الحديث القادم طبعا من قبل الجانب التركي، فلكي نفهم أكثر ما الذي يعني هذا الأمر وأين من الممكن أن يكونوا قد قتلوا. أساسا كنا أمام عدد من العمليات من قبل القوات التركية أساسا تجاه المناطق الشمالية الجبلية من العراق وتحديدا إقليم كردستان، على سبيل المثال مخلب النسر كانت عملية تركية أدت إلى ضبط هذه المنطقة ألا وهي جبال هاكورك، ضبطوها وسيطروا عليها القوات التركية. بعد ذلك قاموا بعمليتين، مخلب النمر الأولى ومخلب النمر الثانية التي جاء من خلالها عملية الهجوم على جبال حفتانين وكذلك على هذه النقطة الأخرى التي ترونها ألا وهي الزاب التي ذكرت. وبعد ذلك اضطروا لعملية القيام بعملية أخرى تجاه هذه المنطقة التي تركت مفتوحة بهذا الشكل الذي ترونه ألا وهي جبال متينة،
وبالتالي أعلنوا العام الماضي عن البدء بعملية قفل المخلب وقاموا بعملية التقدم طبعا وإغلاق هذه المنطقة. وطبعا هذا كله بسبب أنهم يشتكون مرارا وتكرارا بأن حزب العمال الكردستاني يستغل الأراضي العراقية من أجل القيام بعمليات داخل تركيا يصفونها طبعا بالعمليات الإرهابية، وبالتالي بإغلاقهم لهذه المنطقة تتغير المعادلة تماما ويسيطرون على الهجمات هذه التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني. ولكن واضح عندما تحدثنا عن الزاب ومقتل هؤلاء الجنود وغيرها، هذا يعني بأن هنالك نقاطا معينة لا زالت لا تسيطر عليها القوات التركية وهي بدأت تندفع بسرعة للسيطرة عليها. المثير بهذا الأمر أن كل هذه التطورات من ضربات بالطائرات المسيرة أو الهجمات البرية أو غيرها هي تأتي بعد إعلان قد شهدناه من مكتب رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شيع السوداني، كذلك من وزارة الخارجية العراقية، أكدت ببساطة بأن هنالك زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم يتم تحديد موعدها ولكن الكلام بأنه سيزور العراق. وأيضا كنا أمام أنباء مهمة حول زيارة مرتقبة لهاكان فيدان وزير الخارجية التركي الذي كان أساسا رئيس الاستخبارات التركية في السابق. أيضا أعلنت وزارة الخارجية العراقية بهذا الشكل قبل 6 أيام كما تلاحظون بأنه سيزور العراق، وقد حددوا موعد زيارته، وزيارته طبعا ستكون في النصف الثاني من الشهر الحالي. بعد كل هذه الإعلانات بدأت تتصاعد الأمور بشكل كبير من قبل الجانب التركي تجاه حزب العمال الكردستاني.